عندي مسجز كتير ولكن خلونا استقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. أيوة، ازيك يا أسامة؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله. أتعرف بيكي؟ ندى. ندى كم سنة؟ 20 سنة. مرتبطة ندى؟ يعني إيه؟ ما هي مرتبطة يا مش مرتبطة؟ المفروض إن أنا مخطوبة يعني. المفروض إنك مخطوبة، طيب عن حب ولا خطوبة تقليدية؟ عن حب قوي. عن حب قوي، طب حلو قوي، يعني مرتبطة جدا. طيب احكي لي، تحت أمرك. المشكلة إني أنا يعني خطيبي ده قريبنا أصلا. جميل. فأخوك مكلمني يوم الاثنين اللي فات وقال لي أحمد تعبان ونزلي شوفيه وكده. فأنا قلت له خلاص ماشي، فقلت له صحيح طبعا أكلمه وأطمن عليه وبعد كده أنزل. فأنا قال لي لا ما تتصليش بيه دلوقتي لأن هو تعبان ومش عارف يرد على حد وكده، فأنا ما كدبتش يعني، ده قريبنا أصلا. فالمهم ان انا نزلت معاه وكده وقابلته في مكان معين ومشينا مع بعض. فالمهم يعني رحت. طب ما رحتيش ليه لخطيبك على طول؟ ورحتي له ليه تقابليه؟ عادي، هو قال لي نتقابل ويعني ونروح مع بعض. فعدى عليا وكده واخدني. واحنا ماشيين نزل جاب لي عصير وكده. فانا شربت العصير. وبعد ما شربته بقى ما حسيتش باي حاجه وما فقتش غير وانا قاعده في بيت ما اعرفوش. وصحيت لقيته قاعد قدامي وبيضحك وبيشرب سجاير. فطبعا بقى كان حصل اللي حصل يعني واعتدى علي. ده اخو خطيبك اللي هو المفروض ابن عمتي كمان. فصحيت فوقته كده فبقول له ايه ده انت بتضحك على ايه، في حاجه تضحك؟ وبعدين قعدت ازعق له كتير فقال لي بصي انا من غير كلام كتير كده انا اعمل اللي انت عايزه تعمليه، ولو جبت سيره لحد انا مش هتعرف انا اعمل فيكي ايه. وانا مش هتحمل مسؤوليه حاجه انا عملتها، وعايزه تعملي عمليه خدي فلوس على الجزمه واعمليها. فانا ما قلتش لاي حد عندي في البيت. وكل ما خطيبي بيتصل الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقاله 5 ايام 4 ايام. طيب والدك قريب منك؟ ايه؟ والدك قريب منك؟ بس هو نايم دلوقتي. لا انا بتكلم قريب منك يعني كانسان قريب منك. قريب مني يعني؟ لا ماما قريبه اكتر. طيب قريب بقى مش قريب، في الحالتين انت هتجيبي ابوكي وامك وش بقى كده. بص يا بنت الناس، اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، وفي بعض الاوقات اللي ملوش كبير بيتضرب بالجزمه. ولما يتحطي في موقف زي كده مع انسان سافل وحقير بالشكل ده، وانا اسف ان انا بقول ده على الهوا، يبقى لازم تتصرفي. انت بتحبي خطيبك؟ ما بتحبيش خطيبك مش هو ده الموضوع، الموضوع خلص. حتى لو خطيبك ده بتموتي في دباديبه، الخطوبه دي خلصت خلاص، انتهت. خلصت. لان مش هينفع، لانك حتى لو سكتي وعملتي العمليه وكملتي الجوازه هيقعد يتحرش بيكي ويغتصبك كل شويه وانت مرات اخوه لحد ما تبقى فضحتك بجلاجل، وفي النهايه هيتقال ان البنت سارحه على العيله بحالها وانت بنت ناس. انت المفروض يومها كنت رجعتي لامك وعملتوا الحكايه دي. بكره الصبح تقعدي مع ابوكي وامك تقولي لهم حصل 1 2 3، وانا بقالي 4 5 ايام مرعوبه وخايفه ومش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اتصرف، وما لقيتش حل غير ان انا احكي لكم. اتصرفوا بقى. خلصت كده. هتبرئي نفسك وتبرئي ساحتك وتنضفي اسمك، وياخد هو بالجزمه ويتربى، وتهدوا الرصه دي اساسا لانها ما تلزمكيش، حتى لو ادت ان ابن عمتك ده يتحبس. في طب شرعي هيكشف عليكي ويحدد المسؤوليه، والشخص ده يتروق، لان الانسان ده لو ما اتحبسش هيعمل كده في غيرك وغيرك وغيرك وغيرك. ده انسان لا يستحق انه يكون طليق وسط البني ادمين، ده واطي، ده ما ترباش، ده ما فيش دم، ما فيش اخلاق، ما فيش اي حاجه، ده بمعنى كلمه حقير، حقير الى ابعد الحدود. وبقول لكل بنت، اي بنت تتعرض لموقف زي ده، ما تخافش، ما تستكنش. لا، في يا جماعه خط ساخن للاغتصاب وللحاجات دي تقدروا تتصلوا بيه، ولكن برضو الاهل لازم يعرفوا. لو كلتي مليون علقه من ابوكي ارحم من اللي هيحصل لك طول عمرك اللي جاي.